وسلم. وحشتوني قوي. ازيك حبيبي؟ ازيكم؟ اخباركم ايه؟ ستكم عامله ايه؟ كويسه. ايه يعني تعبانه ولا مش تعبانه؟ لا كويسه بقى شويه تبقى كويسه الحمد لله. لا لا استنوني استنوني هخرج لكم بعد اذنكم. سلامتك يا ام عبودة. مسكت الديك. ديك ايه يا ام؟ الديك الديك ابو رقبان ده شركاسي اللي حواليه سبع برابر اللي عمال يجري وانت تجري وراه. يا ام انا جاي على مالا وشي. عيشه قالت انك تعبانه قوي، جابوا لك دكتور. عبدو الحمد لله على سلامتك اخويا. الله يسلمك. نورت بيتك يا حبيبي. يا اخويا حاولت معاها قالت لي لا دوايا عبده. حاسه بايه يا ام؟ حاسه اني هفت انا من جوع. حاسه انك وحشني. انت كنت فين؟ كان عندي شغل يا ام. شغل؟ سلام سلام. شغل ايه يا عبوده؟ على امك. المهم يعني انت كويسه؟ انت شايف ايه؟ شايفك بسم الله ما شاء الله زي الفل. عارف ليه؟ مني شفتك يا عبود. ما تغيبش عني يا ابني وبقفل العيش عشان اديك كده. تخضيني يا عيشه كده؟ تخضيني وتسيبي ركبي؟ انت ركبك ثابت. انا كل اللي سبت عماله ادور على ديك من الصبح. اقول لها مفيش ديك يا خالتي تقول لي هاتي عبوده هو اللي هيجيب لي الديك. هو عبوده جه؟ يا بنت الجيران يا دوب مسكت الديك. ياما انت زي الفل. قومي بقى قومي غيري جو اقعدي معانا بره. هروح فين؟ هروح فين؟ يا زهر عامله ايه؟ ازيك يا بابا؟ ازيك انت؟ الحمد لله نورت البيت. الله يخليك. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا حاج. الحمد لله على السلامة يا حبيب قلبي. جبت لنا بقى ايه من الهند؟ هقول لك. بيقولوا حاجة في حاجات حلوة قوي هناك. الهند؟ هو ده حمدي يا بابا. كل اللي همه جبت لنا ايه؟ وانت اللي يهمك ايه؟ عمي من فضلك نجوى اللي يهمها حضرتك وبس. الله يخليك يا كمان. ربنا يخليك يا بابا. ايه؟ يا حبايبي عاملين ايه؟ شفت بقى هم يخرجوا عن الموضوع ازاي؟ خلينا في الهند. الفيل فيه يا بابا. الفيل ده هو الحاجة الوحيدة اللي جبتها. يبقى احنا بقى كده اتقرطصنا. ايه ده يا بنتي؟ انت بتجيبي منين الالفاظ دي؟ انت ناسيه انها خلاص هتشتغل في الوكاله؟ طب ما انا ناويه بعد ما اخلص اشتغل في الوكاله، بس عمري ما هقول اللي هي بتقوله ده. طب شدي حيلك انت بس وخلصي صيدله وبعدين ابقي تعالي قابليني، ده انا طلع عيني. ايوه لو كلكم هتشتغلوا في الوكاله يبقى خلاص، انا سيب وظيفتي واجي معاكم الوكاله. وانا كمان مستعده اشتغل معاكم. طب وش معنى انتوا يعني؟ ما تاخدوني معاكم انا كمان الوكاله. خلاص خدي معاكم. وانا كمان يا اختي هاجي معاكم بس اقعد لكم على الكيس واقبض الفلوس وقابلوني بعد كده لو شفتوا خير. بتضحكوا الساعه 10 ونص ليه؟ مين اللي هيقعد على الكيس؟ بابا ممكن ندخل نفتح الشنط؟ لا ما تتعبوش نفسيكم وانا ما جبتش حاجه. انا كل اللي لقيته هناك شويه شيلان وعقاد كده خرز وبتاع. واسمه ايه؟ اسمه ايه الساري ده اللي بيلفوه على جسمهم وبطنهم تبقى عريانه. بس بيقولوا يا حاج هناك في حاجات حلوه قوي. انت رحت الهند قبل كده؟ انا لا ما رحتهاش بس شفتها في السينما حاجه. خلاص يبقى اللي اقوله تصدقوا وما تقلقوش كل واحد فيكم هياخد حقه ناجح. ايه ليه يا عبوده ليه بعترض فلوسك ليه؟ كنت عليك يا هنيه يا متهنيه. مش معنى دي اللي سمعتيها؟ ايه بتقولي ليه؟ الف الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا عايشة. قولي لي بقى مكلفة قطرك وجايبة الحاجات دي كلها ليه؟ يهو ده كل ده من خير عبده. هو نفتك الساعة لما اجي ابارك لعروسة اخويا؟ عروسة؟ عروسة ايه يا اختي؟ احنا جبنا على الكلام ده يا اختي. اصبر لي عليك يا عروسة ولا كل العرايس ده. انت اللي يشوفك كده يقول بالكتير قوي عندك يجي 17 18 سنة وخرات البنات عمال يخرط فيه. ربنا ما يحرمني منك يا عايشة. قولي لي حبيبتي اخبار خالتي هنية ايه؟ لا يا خالتك هنية زي الفل، بتسمع اللي هي عايزاه وما بتسمعش اللي هي مش عايزاه، يعني بصراحة كده مريحة نفسها. طول عمر خالتي هنية دي أميرة الأمر. عايشة قولي لي الولاد عاملين إيه؟ أنا نفسي يعرفوني ونعيش كلنا مع بعض. معلش يا سرية يا أختي استحملي كمان شوية، الموضوع برضو صعب عليهم. عارفة لو على سماح وهنية ومنى وجميلة كان بقى مقدور عليه، لكن زهرة وفاطمة ونجوى الموضوع صعب عليهم قوي.
طب انت عارفه البت نجوى ساعه امها ما ماتت كانت عايزه تسيب البيت وتمشي، لولا عبده زعق لها وشخط فيها وقال لها تقعدي غصب عنك. ساعتها بقى هيقولوا ايه؟ زي ما نسي امنا واتجوز واحده تانية هينسانا احنا كمان واحنا مش ولاده. تفتكري يا عيشه؟ عارفه لو عبد اخوي عارف ان الموضوع فيه الرجل وحبه صغيره ما كانش سكت. بعدين انت عارفه عبده بقى مخه يوزن بلد. عبده حمله كبير قوي، كل غرضه ان يرضي الكل. ربنا يساعدك ويهدي سرك. قولي لي يا عيشه، الولاد ما شكوش في حاجه؟ اصل عبده بيقول انهم مش بالين حكايه سفره الهند دي. تعالى اقولك، عارفه يا اختي ايه اللي مشعلل الموضوع؟ اللي هينشك في قلبه الواد حمدي جوز فاطمه، حاطط نقره من نقر عبد اخويا، مش عارفه ليه. انا مش عارف ايه حكايه جوز امك المره دي، زي ما راح زي ما جه. اولا ما اسموش جوز امك، اسمه بابا الحاج. ليه؟ هو مش جوز امك؟ وبعدين في الالفاظ دي، بابا الحاج هو اللي طول عمره بيربينا ويصرف علينا لحد ما كبرنا. صرف عليكم من فلوسكم. محدش لمس فلوس ماما لحد ما توفت. وانت عارفه بقى ابوكوا كان كسب لكم كام؟ بابا الحاج عمره ما احتاج لفلوسنا، وزي ما كان بيجيب لبناته كان بيجيب لنا اكتر. طب خلاص بلاش نفتح السيره دي، عشان اول ما بتيجي السيره دي بتتفتح فيا، زي ما اكون عدوك مش جوزك اللي بيخاف على مصلحتك. انت عارف كويس ان انا ما بحبش حد يجيب سيره بابا الحاج. يعني هتعملي ايه يعني؟ بقول لك ايه، انت شكلك كده عايز تتخانق النهارده. لا 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 لا، مفيش داعي للخناق، لا تجري عليه، اقفل المكتب وهو ينفذ هي اصل الامانه. طب ما انت عارف اهو، كان لازمته ايه بقى طولة اللسان من الاول؟ ما تقعد بكرامتك احسن. طب قومي حضري العشاء عشان اكل. اجري حضره لنفسك، انا تعبانه وعايزه انام. ما انت اتغيرتي. اتغيرتي خلاص، ما انت مسنوده من ناحيتين، ما حدش عارف يكلمك، وعلى راي المثل الايام دول. بقول لك ايه، هو انا شكلي كده مش هعرف انام النهارده؟ اجري يلا حضر العشاء لنفسك. حاضر، حكم القوى على الضعيف. ماشي يا مستيكا بنت حبهان. الدنيا من ساعة ما سكنها البني ادمين فيها الحلو وفيها المر، بس ساعات بيبقى مرها اكتر عشان بعد كده نحس بحلاوتها. كلامك دايما بيريح. طول ما الواحد مؤمن بالله وراضي بقضائه يعيش مرتاح. انا نفسي في حاجة يا عبدو. اموري. تسلم لي يا حبيبي. عارف نفسي في ايه؟ قلتلك اموري. نفسي حاجة. اتفضلي. ايه رأيك؟ كل ده علشان يا عبدو. انا بتهيالي انك محضر لي مفاجأة كمان. انا محضر لك مفاجآت كتير. يا ترى اللي في بالي يا عبدو؟ حالا هتعرفي. تعالى يا اللي جوه. ست فيفي. اهلا اهلا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي. ايه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ ايه آخر مفاجأتك يا عبدو؟ انا اتجوزت يا فيفي. انا كنت فاكرة في يوم من الايام هتبقى من نصيبي، لكن يظهر ان ده كان حلم، حلم بعيد قوي. بدل بتقولي له مبروك يا حبيبتي. مبروك يا عبدو.